بعد رفض ألمانيا أنباء عن موافقة بريطانيا وفرنسا على إرسال مزيد من القوات إلى سوريا. إيران تقول إنها ستلتزم الاتفاق النووي إذا التزمته سائر الأطراف. وتنقيب تركيا على الغاز قبالة سواحل قبرص يثير ردودا دولية متباينة. أخبار الساعة من i24 نيوز، أهلا بكم. ونبدأ من إسرائيل وآخر تطورات الانتخابات المقبلة، حيث من المنتظر أن يلتقي رئيس حزب العمل عمير بيرتس رئيس حزب إسرائيل ديمقراطي إيهود باراك في محاولة لتشكيل قائمة تجمع عددا من أحزاب الوسط واليسار. وكان كل من باراك وبيرتس قد عبر في أوقات سابقة عن خوض الانتخابات في تحالف مشترك بغض النظر عن من يتزعم ذلك التحالف. عن هذا الموضوع نتحدث إلى السيد شكيب شنان خبير الشأن السياسي الإسرائيلي. أهلا بك سيد شنان. يعني هذا اللقاء ليس الأول لكنه ربما المعلن والرسمي الذي سيكون. هل يعني هذان الحزبان في طريقهما بالفعل إلى تحالف مشترك؟ بعد قطيعة دامت قرابة 10 سنوات بين الشخصيتين، كانت هناك في الأشهر الأخيرة عدة لقاءات تتمخض عن كلمة واحدة اسمها الحاجة. كلاهما يحتاج الآخر لكي يجتاز نسبة الحسم ولكي يجعل مكانته السياسية ذات أهمية، ولكن كلاهما يريد الصدارة وكلاهما يتنازل قاب قوسين عن الصدارة لكي لا يكسر إمكانية الاستمرار في المفاوضات. وهذه الأمور ستستمر وسيكون هناك مفاوضات ولقاءات مع أحزاب أخرى وشخصيات سياسية أخرى، وهنالك الكثير من خلف الكواليس من الاتصالات من أجل الوصول إلى يسار ومركز مركب من 3 عوامل. العامل الأول حزب كحول لافان بقيادة طبعا قادة الأركان الثلاثة ويائير لابيد مع اتفاقية التناوب. حزب ثاني أو وحدة تقنية مركبة من 3 أحزاب، حزب العمل، ميرتس، وحزب إسرائيل الديمقراطية إسرائيل ديمقراطية، وشخصيات إضافية. أنا أعلم بشكل رسمي عن وجود مفاوضات بالإضافة لهذه الأحزاب مع شخصيات لضمها إلى هذا الركب. ماذا عن سيبي ليبني؟ هل تعود؟ يعني ذكرت أيضا أعلنت السياق. أنها لم أعلنت أو صرح مقربيها أنها قد توافق على العودة إلى خوض المعركة في حالة وجود وحدة بين العوامل الثلاثة. وهذا ما أعني. وهناك شخصيات إضافية سيتم الإعلان عنها بالأيام القريبة أو حتى في الساعات القريبة. كل منهم جمع حوله مجموعة. طبعا إيهود باراك فرض نفسه على الساحة من خلال الإعلان عن خوض المعركة. عمير بيرتس موجود، نيتسان هوروفيتس من ميرتس موجود، والثلاثة يعلمون أنهما معا أحياء، وإذا لم يجتمعا أو على الأقل 2 منهما إذا لم يجتمعا سيكون لهم مشكلة كبيرة بالحصول على ثقة وتأييد الشعب، لذلك لا بديل عن ذلك. استطلاعات الرأي الأخيرة يعني لا تبرز أن أحدا من المرشحين أو الأحزاب المتوقع لها أن تشكل الحكومة سيحصل على ربما توليفة يعني واسعة وبالتالي يمكنه تشكيل الحكومة. يعني هنالك 3 إمكانيات لتشكيل الحكومة المقبلة. الإمكانية الأولى حكومة وحدة وطنية بين حزب كحول لافان وحزب الليكود، وهذا الأمر يتعلق إذا كان كحول لافان قد أخذ الصدارة وأخذ عدد مقاعد أكثر من الليكود واستطاع تشكيل الحكومة، لأنهم لا يريدون ولا بأي شكل تشكيل الحكومة مع نتنياهو. هناك إمكانيتين إضافيتين لتشكيل حكومة مصغرة، إما بقيادة جيرغانس أو إما بقيادة بنيامين نتنياهو، والأمر يتعلق مرة أخرى بنتيجة الانتخابات التي يحصل عليها إيفيت ليبرمان. استطلاعات الرأي العام تعطيه
9 مقاعد هذا اليوم. صحيح. ولأول مرة يتفوق المركز واليسار الإسرائيلي بعدد المقاعد طبقا طبعا لاستطلاعات الرأي العام على اليمين، وهناك 57 إلى 54. صحيح. وتسعة مقاعد على ما يبدو استطلاعات الرأي تعطيها لإيفيت ليبرمان. ومرة أخرى سنعود إلى نفس الفيلم. نعم، شكرا جزيلا لك السيد شكيب شنان خبير الشأن السياسي في إسرائيل. أكد مصدر مسؤول في حماس أن وفدا من الحركة برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق سيصل العاصمة الروسية موسكو الأسبوع المقبل لعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية سيرجي لافروف وعدد من المسؤولين في الخارجية الروسية. وأوضح المصدر أن زيارتا ستتضمن بحث تطورات الموقف حول جهود المصالحة الفلسطينية والوساطة التي تقوم بها مصر لإنجاح هذه الجهود، إضافة إلى بحث ملفات أخرى بينها إمكانية دعوة جميع الفصائل الفلسطينية إلى لقاء موسع في موسكو. ذكرت صحيفة The Guardian أن بريطانيا وفرنسا وافقتا على إرسال قوات إضافية إلى سوريا لسد الفراغ الناتج عن خفض الولايات المتحدة عدد عسكريها في سوريا. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البلدين يعتزمان زيادة عدد قوتهما الخاصة في سوريا بنسبة تتراوح بين 10 و15% بهدف محاربة ما تبقى من تنظيم داعش. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن العقوبات الأمريكية الجديدة على مسؤولين في حزب الله من بينهم نائبان اعتداء على البرلمان وعلى كل لبنان، وذلك بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 3 مسؤولين في حزب الله هم النائبان أيمن أمين شري ومحمد حسن رعد. ووفيق صفا هو مسؤول أمني ينسق بين حزب الله والأجهزة الأمنية في لبنان، وهذه هي المرة الأولى التي تدرج فيها وزارة الخزانة الأمريكية أعضاء بالبرلمان اللبناني على قائمة العقوبات التي تستهدف أشخاصا تتهمهم واشنطن بتقديم الدعم لمنظمات إرهابية. قال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران ترغب بالحفاظ على الاتفاق النووي مع القوى العالمية في حال أوفت كل الأطراف بالتزاماتها. ووفق دبلوماسيين فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت الدول الأعضاء في اجتماع مغلق بأن إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.15%، أي ما يفوق مستوى 3.67% الذي يسمح به الاتفاق النووي. وصل المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات في طهران في إطار المساعي المبذولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والبحث عن وسيلة لتخفيف التوتر بين الجمهورية الإسلامية وواشنطن، حيث التقى إيمانويل بون علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ونائبه عباس عرقجي. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودوريان أمس إن مهمة المستشار الفرنسي تكمن في محاولة فتح مساحة نقاش لتجنب أي تصعيد لا يمكن السيطرة عليها، فيما رحبت طهران بمبادرة فرنسا للوساطة. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بريطانيا ستواجه عواقب لاحتجازها ناقلة النفط الإيرانية، مشيرا إلى أن سياسة الغرب حيال إيران دفعت الدول إلى الخشية حيال مصير سفنها في الخليج. وكانت قوة من البحرية البريطانية قد اعترضت ناقلة النفط قبالة جبل طارق بدعوى توجهها إلى سوريا على الرغم من العقوبات المفروضة. أولا فإن هذه الحكومة المحتلة تتواجد في جبل طارق بشكل غير قانوني، وجميع الإسبانيين غاضبون من بريطانيا بسبب ذلك. الآن هذا المحتل البريطاني قرصن إحدى السفن. البريطانيون هم من افتعلوا حالة عدم أمان في المناطق البحرية، ولذلك هم سيتحملون العواقب التي ستلي ذلك. لقد أصبحتم الآن يائسين لدرجة أنه عندما تمر إحدى ناقلات النفط الخاصة بكم في منطقة الخليج الفارسي يتعين عليكم مرافقتها بسفنكم الحربية معها خوفا. علينا جميعا أن نتعاون حتى نؤمن الطرق البحرية الدولية.
قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد إن الولايات المتحدة تنوي تشكيل تحالف عسكري في غضون أسبوعين لحماية المياه الاستراتيجية قبالة إيران واليمن، وستوفر الولايات المتحدة بموجب الخطة التي لم تتبلور سوى في الأيام القليلة الماضية سفن قيادة للتحالف العسكري وستقود جهوده للمراقبة والاستطلاع. وأكد دانفورد أن بلاده تجري اتصالات مع دول مختلفة لتشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب. أصدرت محكمة في باريس حكما غيابيا بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ ضد الأميرة حصة بنت سلمان ابنة العاهل السعودي وشقيقة ولي العهد، وذلك بعد إدانتها بطلب استخدام العنف ضد أحد الحرفيين المصريين الذي كان يقوم ببعض أعمال الصيانة في مبنى تابع للأسرة السعودية الحاكمة في العاصمة الفرنسية. وكانت أول جلسة في محاكمة الأميرة حصة قد عقدت أمس للنظر في التهم التي رفعها الحرفي المصري الأصل والذي يحمل الجنسية الفرنسية أشرف عيد. انسحبت المغنية نيكي ميناج من مهرجان جدة العالمي الذي كان من المفترض أن ينظم في المملكة العربية السعودية في 18 من يوليو تموز الجاري، وبررت الفنانة قرارها بأنه خطوة لدعم حقوق المرأة ومجتمع المثليين وحرية التعبير. وطلبت مؤسسة حقوق الإنسان الأمريكية من ميناج عدم المشاركة في مهرجان جدة ورفض أموال النظام السعودي واستخدام تأثيرها للمطالبة بإطلاق سراح الناشطات المعتقلات في السعودية. قالت فرنسا إن الصواريخ المضادة للدبابات التي عثر عليها في قاعدة تابعة لقوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر لم تكن بهدف النقل لأي طرف في الصراع الليبي، بل كانت لتوفير الحماية الذاتية لوحدة عسكرية فرنسية أرسلت للقيام بعمليات لمكافحة الإرهاب. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2016 التي تقر فيها فرنسا علنا بأنها ما زالت تنشر قوات خاصة في ليبيا. وجاء إعلان باريس بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا قالت فيه إن قوات تابعة لحكومة الوفاق عثرت على 4 صواريخ مضادة للدبابات من طراز جافلين يوم 26 من الشهر الماضي خلال مداهمة لمعسكر مقاتلين في بلدة غريان في الجبال جنوبي طرابلس. رفضت وزارة الخارجية التركية تصريحات مسؤولين من اليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن عدم شرعية تنقيب تركيا عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يكون وسيطا محايدا في المشكلة القبرصية. وإثارة التوتر إقليميا ودوليا من خلال إرساء سفينة يابوس في منطقة حقول الغاز لبدء تنقيب وعمليات الحفر، ما دفع قبرص والاتحاد الأوروبي إلى إدانة أنقرة والمطالبة بفرض عقوبات عليها بسبب انتهاك القانون الدولي، ما استفز تركيا لتصدر بيانا ترفض اعتبار بروكسل طرفا محايدا في المحادثات ما بين أثينا وأنقرة. هذا ووجهت دول عديدة كمصر وإسرائيل انتقادات لتركيا وعبرت عن قلقها، فيما اعتبرت روسيا الخطوة التركية تصعيدا قد يدر في مشروع خط الغاز التركي الروسي، كما طالبت واشنطن بوقف عمليات التنقيب بعد مطالبة مجلس الشيوخ وزارة الخارجية الأمريكية بإقامة فريق مراقبة للعمليات التركية في حقول الغاز. يحاول القبارص اليونانيون الاختباء وراء أطراف فاعلة خارج المنطقة والاتحاد الأوروبي من أجل إطفاء الشرعية على قراراتها غير القانونية المتعلقة بالجزيرة بأكملها، مما يدل على ضعفها والوضع الخطير الذي تواجهه. ويأتي التصعيد التركي ضمن قرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإقامة وحدة وزارية لمتابعة التنمية الاقتصادية والمالية بين أنقرة وقبرص التركية. وفي سياق آخر، دعت تركيا الولايات المتحدة لتجنب اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بالعلاقات الثنائية بعد أن أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مجددا أن أنقرة قد تواجه عواقب حقيقية وسلبية لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي S-400 الروسية. وكان مسؤولون أتراك قد أعلنوا في وقت سابق أن بلادهم ستتسلم شحنات المنظومات الروسية خلال الأيام القريبة.
عبر سكايب من اسطنبول الصحفي علام صبيحات، أهلا بك سيد علام. لو بدأنا في مسألة تنقيب تركيا عن الغاز قبالة سواحل قبرص، هذه أزمة ربما تتفاقم يعني بالنظر إلى الخلافات ليس فقط مع الجانب الأمريكي وإنما مع أطراف أوروبية، ما هي آخر تطورات هذه الأزمة؟ يبدو أن تركيا ماضية في موقفها شيرين بخصوص الوقوف كما تقول إلى جانب حقوق قبرص الشمالية، وهي الدولة التي تعترف فيها بها فقط تركيا، وهذا أحد المعضلات التي تواجه تركيا في مواجهة كل الأطراف الدولية، ليس فقط الاتحاد الأوروبي ولكن أيضا دول الاتحاد الأوروبي فرادى والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا هذه المرة، التي كان الجانب التركي يتوقع أن تقف إلى جانبه في هذه الأزمة. تركيا تقول إنها ماضية في أعمال التنقيب عن النفط والغاز في شرقي البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر بأن هذه أعمال شرعية وقانونية بحسب تصريحات الوزير التركي، وزير الخارجية التركي مولود تشاوشولو قبل نحو ساعة من الآن، التي أكد فيها على موقف تركيا بأنها ماضية في موضوع التنقيب عن النفط والغاز في تلك المنطقة، على اعتبار أن هذه العمليات، عمليات التنقيب، تأتي بالتنسيق مع قبرص الشمالية، وبالتالي هذا هو الموقف الرسمي التركي حتى هذه اللحظة. ولكن من جهة أخرى هناك من يقرأ بأن هناك أزمة حقيقية تنتظر تركيا في هذا الإطار، تحديدا عقوبات أوروبية مرتقبة ربما تقع إذا ما استمرت تركيا في موقفها. طيب، هذا في هذه الحالة علام، ألن تثني هذه العقوبات الأوروبية والأمريكية تركيا عن مسألة التنقيب؟ هي تقول الآن يعني إنها مصرة على هذا التنقيب وأرسلت سفينتين بهذا الغرض في الأشهر الأخيرة والأسابيع الأخيرة، هل هناك تراجع متوقع في الموقف؟ أنا بتقديري الشخصي هذا سيحدث، التراجع التركي في وقت ما سيحدث، لأن تركيا لا تستطيع أن تواجه كل الأطراف الدولية دفعة واحدة في هذا الملف، خاصة وأن هناك ملفات توتر أخرى مهمة جدا، من بينها ملف S-400 مع الولايات المتحدة الأمريكية، وملف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع الجانب الأوروبي. وبالتالي تركيا وإن كانت تظهر حتى الآن أنها ماضية قدما في موضوع التنقيب، ولكنها إلى درجة معينة ستتوجه إلى المفاوضات مع المجتمع الدولي. نعم، ذكرنا يعني مسألة S-400، الواضح أن هذه الشحنات إن لم تكن وصلت أنقرة وفق تصريحات المسؤولين الأتراك فهي ستصل في الأيام المقبلة، ويعني الولايات المتحدة جددت تلويحها بفرض عقوبات، يعني تركيا تبدو ماضية في هذه الخطوة، ما هي الضمانات لها؟ بحسب الموقف الرسمي التركي شيرين، هو أن هذه الصفقة تأتي بناء على الحاجة التركية لنظام دفاع صاروخي جوي، بعد رفض الجانب الأمريكي بيع تركيا في وقت سابق منظومة باتريوت الأمريكية، وبالتالي هذا هو الأساس الذي تنطلق منه تركيا، والذي على أساسه تؤكد مرارا وتكرارا حتى على لسان وزير الخارجية التركي مولود تشاوشولو أيضا قبل نحو ساعة من الآن، قال إن تركيا ماضية في هذا الإطار، وإن العمليات يعني أن المفاوضات أو الحديث أو النقاش بين الجانبين التركي والروسي هو على مستوى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان. نعم. من أجل تحديد الموعد النهائي لتسليم هذه المنظومة من جهة، ومن جهة أخرى تحديد الأماكن التي ستنشر. نعم. فيها هذه المنظومة، ولكن تركيا تدرك حجم وخطورة التهديد الأمريكي بالعقوبات الأمريكية، خاصة على الجانبين الأمني والاقتصادي، لأن الاقتصاد التركي يعني هو ملف مهم جدا للساسة الأتراك، وربما يؤدي إلى تراجع ما أو تغيير في موقف التركي الرسمي في الفترة القادمة. أشكرك جزيل الشكر الصحفي علام صبيحات، وقد حدثتني من اسطنبول. عبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي عن أسفها لاستقالة السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروك، مشيرة إلى أنه حظي بدعم الحكومة، وكان السفير قد قدم استقالته على أثر الأزمة التي تسبب بها تسريب مذكرات حكومية وصف داروك فيها الإدارة الأمريكية بالخرقاء وغير الجديرة. تحدثت هذا الصباح إلى السيد كيم داروخ، لقد أخبرته أنه من دواعي الأسف الشديد أنه يشعر أنه من الضروري ترك منصبه كسفير. أعطت الحكومة بأكملها دعمها الكامل للسيد كيم، لقد قدم خدمة على مدى حياته للمملكة المتحدة ونحن مدينون له بامتنان هائل. آمل أن يفكر مجلس النواب في أهمية الدفاع عن قيمنا ومبادئنا، خاصة عندما تكون تحت الضغط.
رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة برلمانية لفرض عقوبات على جورجيا قائلا إن إصلاح العلاقات المتوترة أهم من الرد على الاستفزازات. وجاء قرار بوتين قبل وقت قصير من تأييد البرلمان الروسي قرارا يحث الحكومة على إعداد عقوبات ضد جورجيا. وكانت علاقات البلدين قد توترت خلال الأسبوعين الأخيرين على أثر تظاهرات مناوئة لروسيا في جورجيا. في خطوة وصفها محللون بأنها حنكة دبلوماسية، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرض بلاده عقوبات اقتصادية على جورجيا لينتزع فتيل التوتر بين البلدين، على الرغم من إصدار البرلمان الروسي قرارا بالإجماع لفرض العقوبات على تبليسي. بوتين قال لا حاجة لفرض العقوبات احتراما للشعب الجورجي، ويأتي ذلك على خلفية حملة إعلامية شنها التلفزيون الجورجي ضد الرئيس الروسي. فيما يتعلق بفرض العقوبات ضد جورجيا، فإنني أفضل ألا أفعل ذلك احتراما للشعب الجورجي، حيث يتم شحن الشعب الجورجي بالمشاعر المعادية لروسيا من جانب أشخاص لا يعرفون التاريخ، كما أنهم يلحقون الأذى ببلدهم في النهاية. وكان الرئيس الجورجي ورئيس الوزراء قد شجبوا الحملة التي شنها الصحفي في التلفزيون ضد الرئيس الروسي، فيما وصفت وزارة الخارجية الجورجية الحملة بالعمل الذي من شأنه أن يثير مزيدا من التوتر في العلاقات بين البلدين. وكانت احتجاجات قد اندلعت في تبليسي قبل أسبوعين على إثر زيارة نائب روسي للبلاد، حيث أبدى متظاهرين غضبهم من استمرار وجود القوات الروسية في أراضي جورجيا، فيما كانت موسكو قد حظرت الرحلات الجوية التجارية مع جورجيا، مشيرة إلى أن ذلك سيستمر حتى قيام شركات الطيران الجورجية بدفع كل الديون المستحقة عليها. وتعتبر جورجيا من بين حلفاء الولايات المتحدة، وقد خاضت حربا قصيرة ضد روسيا عام 2008 وخسرتها. أظهر مؤشر حرية الصحافة في العالم الذي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود سنويا تراجع مستوى حرية الصحافة في المملكة العربية السعودية بعد أقل من عام على مقتل الصحفي جمال خاشقجي، حيث تحتل الرياض المرتبة 72 بعد 100 من أصل 188 دولة. وأظهر المؤشر أيضا أن النرويج تحتل المرتبة الأولى، فيما تونس تبوأت الموقع الأول بين الدول العربية لحرية الصحافة. حول هذا الموضوع نتحدث إلى الزميل أوين ألترمان من i24 نيوز. أهلا بك أوين. أولا، ماذا تقول هذه النتائج عن الدول الإسكندنافية التي تحتل دائما الصدارة في حرية الصحافة؟ أقول أن الشرق الأوسط لا يتميز بهذا التقرير، كما أشرت تونس في المرتبة الأولى وإسرائيل في المرتبة الثانية، ولكن ليست في مواقع متقدمة ودول كبيرة وقوية في هذه المنطقة تأتي في قاع هذه اللائحة، وأبرزهم المملكة السعودية. من ناحية الدول الإسكندنافية، صحيح أنها تتبوأ أربعة من خمسة المواقع الأولى في هذا التقرير، وهذا تقليد بالحفاظ على حرية الصحافة. في السويد هناك القانون الأول الذي ينص على حرية الصحافة، وأيضا في النرويج حرية الصحافة هي جزء من الدستور، وهذا يعود إلى 1814، وهذا يدل على تقاليد قوية في هذا الموضوع. لو تحدثنا عن السعودية التي تتراجع من عام إلى آخر، كيف أثرت قضية مقتل الصحفي خاشقجي، أو هل أثرت أم أن المسألة متواصلة هناك في قمع الصحافة؟ يمكن أن نرى الأمر من كلا الطرفين. السعودية تراجعت ثلاث أماكن في هذا الموقع، صحيح أن ثلاث مواقع هذا ليس بكثير، ولكن لا يوجد حضيض أكثر من هذا. فالمملكة السعودية تحتل المرتبة 172. مقتل الخاشقجي بالتأكيد أثر على هذا التقرير. المنظمة التي تقف خلف هذا التقرير صحفيون بلا حدود،
كشفوا اليوم أنهم أجروا لقاءات مع مسؤولين في السعودية لطرح قضية الصحفيين المعتقلين في السعودية، وقيل أن السعوديين قلقون جدا من موقعهم في هذا التقرير، وأن السعودية تولي اهتمام كبير لهكذا تقارير ولهكذا جمعيات، حتى أنها استدعت هذه الجمعيات للقائها. وإن إسرائيل التي تصف نفسها بواحة الديمقراطية في الشرق الأوسط جاءت أيضا في موقع متأخر وبعد عدد من الدول العربية. لا شك أن هذا الأمر كان مخيب للأمال. الإسرائيليون غضبوا لهذا التقرير، إسرائيل بمرتبة 88 وفي موقع أدنى من هنغاريا في المرتبة 87، رغم كل ما يحصل مع الإعلام في المجر في هنغاريا الذي يواجه نظام اقتصادي يتحكم بالإعلام. الإسرائيليون قيل أن ملف الفلسطيني لا يطرح في الإعلام الإسرائيلي بما فيه الكفاية. جزيل الشكر الزميل أوين ألترمان من I24 نيوز. والختام من الأردن ومعرض الكتاب الذي نظم في المدرج الروماني. اجتذب معرض للكتاب سكان العاصمة الأردنية عمان، حيث عرضت ألوف الكتب على دراجات المدرج الروماني القديم في المدينة بهدف تشجيع الناس على القراءة. بحث الزوار وسط تلال من الكتب التي عرضت مجانا لانتقاء ما يرغبون في اقتنائه، ليغادر البعض حاملين أكواما من الكتب في أيديهم. هنا بدك أنت تعود الناس على كتاب متنوع، بدك تكسر الضيقة والحالة النفسية والاقتصادية الموجودة عند الناس. تقديم دائما تقديم كتاب مميز، عناوين مميزة مختلفة في كل الموضوعات الموجودة، قدمت من الناس مش منا أيضا، يعني تبرعات أصلا من الناس، هم الناس قدموها وأيضا هي ترجع للناس قاعدة. تغطي الكتب المعروضة موضوعات متعددة ومجالات متنوعة وأفكارا كثيرة، بما في ذلك الدين والعلوم والشعر، حيث يأمل المنظمون في إتاحة التنوع أمام القراء. والله تظاهرة معرفية جيدة، يعني بتحث الأطفال كبار وصغار على القراءة بداية لو كانت بطريقة مجانية، بس للمستقبل لما يقرأ بتعود الواحد وبصير بالنسبة له عادة. نظم ختام أخبار الساعة في أمان الله وحفظه.